السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. في هذا الفيديو سأتكلم عن تقييمي لمواضيع العلوم الإسلامية. قبل ما أني نتكلم عن العلوم الإسلامية، هو أنه في هذه الفترة يجب عليكم أنكم تضبطوا النفسية تاعكم، لأن الجانب البسيكولوجي جانب مهم جدا في عملية النجاح. ما لازمش عليك تخاف، هو أنه الخوف اللي راكم تعانوا منه خوف طبيعي موجود في الإنسان، حتى أنه الإنسان لما يروح يسافر من بلاصة لبلاصة يخاف. هكذا كنتم صار لكم، هو أنه هذا الخوف طبيعي ويجب عليكم أنكم تتغلبوا عليه. والبكالوريا ما هي إلا امتحانات عادية يمتحن فيها الطالب. الأسئلة اللي راهي موجودة في البكالوريا التجريبية راهي أكثر صعوبة من البكالوريا العادية، فبالتالي إذا جاتك أنت صعيب البكالوريا التجريبية، هو أنه في الباك الرسمي راح تكون سهلة يا طلبة. اتفقنا؟ وإن شاء الله أنكم راح تجيبوا معدلات باهيين، وأنكم راح تزهوا بحول الله تعالى وراء عيد الأضحى، لأنه النتائج راح تكون وراء العيد الأضحى، أنه راح تكون في الأونز ولا الدوز، الأونز جوي أو 12 جويلية إن شاء الله تعالى. نسمع الصغاريت في بيوتكم. نبدأ على بركة الله. هو أنه في العلوم الإسلامية بعد ما أني شفت المواضيع، واللي حبي يبعث لي المواضيع بأن ننشرهم، هو أنه روحوا لنا استطيعي فقط، خليكم على الرابط أسفل التعليقات. هو أنه جل المواضيع كانت فيها الربا، كان فيها الميراث، كانت فيها أيضا مصادر التشريع الإسلامي، كان فيها أيضا من الفصل الأول كانت أسئلة تخص درس المساواة، الصحة النفسية والجسمية، أيضا وسائل تثبيت العقيدة. هذا السؤال ديما يطيح، يقول لك ما هو ما نوع يعني الوسيلة يعني التي موجودة في النص. بالإضافة أيضا هنالك درس مهم طاح لكم أيضا بكثرة مقاصد الشريعة الإسلامية، فبالتالي هذه يعني 7 دروس أو 8 دروس راهي كانت حاضرة بقوة في البكالوريا التجريبية. وكما تعلمون هو أنه في العلوم الإسلامية من كل درس يعطيكم سؤال، يعني إن شاء الله البكالوريا يعني الرسمية راح يكون موضوع العلوم الإسلامية في المتناول. وأنه عودوا أنفسكم على الفهم أكثر من الحفظ في مادة العلوم الإسلامية، لأنه مادة العلوم الإسلامية أصبحت تعفهم من سنة 2020، سنة 2019 شوية، أما من بداية 2020 تغيرت نمطية الأسئلة. بعد ما أني شفت مواضيعكم، هو أنه والله صراحة العلوم الإسلامية بكري كانت سهلة. لو تروحوا تشوفوا البكالوريا 2016 و2015 تلقوا الموضوع سهل وبسيط. 20 وكاينين طلبه في 2020 2021 دوفان، ولازم عليكم انكم تديو مليح في العلوم الاسلاميه، هكذا انكم رايحين تحسنوا المعدل تاعكم بهذه المواد الثانويه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وكامل انكم علقوا واشطح لكم في العلوم الاسلاميه من الدروس، واتمنى لكم التوفيق والنجاح. كوراج ثم كوراج، لم يبقى الكثير على اجتيازكم لشهاده البكالوريا، وبالتوفيق والى اللقاء.